أحبتنا في كل مكان، أرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم أول السطر في لقاءاتي الأسبوعية مع عدد من نجوم الرياضة الكويتية، لاعبين كما أسلفت في البداية وأكثر من حلقة، لاعبين متألقين في أنديتهم ربما يكونون بعيدين عن وسائل الإعلام، حرصا أن يكونوا معنا من خلال هذا البرنامج. فتقيتنا كما تعرفون من تابع هذا البرنامج، التقينا مع عدد كبير منهم ولا زلنا نبحث عن اللاعبين البارزين في الأندية. ضيفي ستعرفونه ولكن بعد هذا التقرير. فريق كاظما أو السفير كما يطلق عليه كان فريقا مرعبا خلال مرحلة التسعينات مع جيل حقق الكثير. ومع منتصف الألفية برز صيت اللاعب عبدالله الظفيري كمهاجم متمكن يعرف الطريق للمرمى ويسجل أصعب الأهداف وأمام أقوى الفرق، مهاجم يعرف اختيار المكان المناسب وكيفية اقتناص الأهداف من أنصاف الفرص. معه سنخوض بحوار مختلف في أول السطر. نادي حبيتنا من جديد في برنامج كبول السطر، عرفت ضيفي في حلقة اليوم بعد هذا التقرير من لاعبين مميزين، لاعبين الهدافين يملكون مهارات فنية عالية يستطيع إنهاء الهجمة، في لاعبين ينهي الهجمة في أسرع الطرق، وهو لا شك من اللاعبين المميزين الكابتن عبدالله الظفيري. حياك الله يا كابتن. الله يحييك يا أبو النصار ويعطيكم العافية على الاستضافة ومشكور على الكلام اللي قلته. تستاهل. بسألك عبدالله من في البداية، إيش ودك حق نادي كاظما؟ والله شوف، انا بالبدايه كنت العب بنادي الكويت، كنت العب ملاكمه يعني بالبدايه، بس ادري لعبه ملاكمه. هذه سالفه ملاكمه جديده. اي كنت العب يعني مره قبل يوم كنت صغير شيء. لعبت ملاكمه رسمي يعني؟ اي لعبت تقريبا، بس لعبت فتره قصيره يعني، ما لعبت فتره طويله، لان تدري لعبه الملاكمه لعبه شوي ثقيله. صحيح يعني، وكان شوي. ليش كنت تبيها الملاكمه تحديدا يعني؟ يعني تدري صغار كنا نشوف شيء نصارى، نشوف ملاكمين شيء كنا، فحبيتها يعني. فلكن لين كبرت شوي يعني، الأهل شيء شوي كانوا معارضين هالفكرة، قالوا في كذا لعبة يعني أفضل من هذه يعني، اتجهت حق كرة القدم. ليش ما كملت في نادي الكويت ملاكمة يعني قصدك؟ لا، ليش ما كملت إنك تنتقل إلى أن تكون لاعب كرة قدم؟ لا أنا خلاص من نادي الكويت ملاكمة يعني بطلت يعني، قعدت فترة بعدين. تركت الرياضه نهائيا؟ اي قعدت فتره تقريبا موسمين كذي، سنتين كذي. زين، وبعدين مع يعني مع ربعي كذي بالسكه كنا نلعب، يلا خلينا ندش نادي وكذي يعني، ومن صدف صارت انه بنادي كاظما. من ليش من وداك كاظما؟ ليش اخترت كاظما تحديدا؟ يعني اغلب الجيل يبي يروح ينتقل لانديه جماهيريه، ليش اخترت كاظما تحديدا؟ يعني في واحد من الشباب كان يلعب هناك يعني مراحل سنيه يعني ما كان لا من اللي يلعب معاكم في السكه. ايه فقال تعال يعني جرب شوف نادي كاظما، فرحنا ويعني توافقنا يعني ويا النادي. ما طولت المراحل السنيه لعب الفريق الاول؟ ايه تقريبا قعدت، انا دخلت تقريبا 2003، موسم 2004 2005 صعدت لعبت يعني اول مباراه فريق الاول، بس مباريات يعني رسميه لعبت 2006. لاحظ انا كمكوني متابع ايضا لمباريات الدوري، عندك كاظما لاعب متالق، هداف، تملك امكانيات عاليه، بعض الاحيان الواحد يتساءل وينك عن بعض الاحيان على التشكيله الاساسيه، يعني لاعب تملك هذه المهارات، ليست مجامله لك كونك امامي الان، لكن يعني متابع للمباريات، تخلص الكره في اسرع الطرق، حتى بعض الاحيان اذا لعبت لاعب بديل تلهي. شوف يعني اغلى المدربين اللي يعني اللي اشرفوا يعني على النادي يعني انا كنت وياهم، ان يعني اغلبهم يعني يفضلون ان انا اكون بديل يعني وجهه نظرهم هذا، ان انا عندي اوراق يعني ما ابي اكشف الاوراق كامله يعني، احتاج لاعب يعني استفيد من الشوط الثاني او ورقه رابحه يعني ويفيدني يعني بالمباريات يعني، اغلب المدربين هذا هم نظرتهم هذه. انت سالتهم او شفيت من كلامهم انه يحتاجونك لاعب بديل؟ اشوف من الصار انا يعني ما اروح يعني اكلم المدرب ليش وما يعني، لا طبعا يعني هذه وجهه نظر المدرب، ولكن اغلب يعني اللي قاعد اشوف ان
يعني هذه انا قاعد اشوفك انه بديل افضل من يعني اساسي. يعني انت تشوف نفسك كذي؟ لا المدربين المدربين إيه لاحظ انت انا اشوف نفسي اكيد انا احتاج مباريات. يعني انا لعبت مباريات اساسي والحمد لله اثبت نفسي يعني يعني كذا مباراه قاعد العبها اساسي واثبت نفسي، ولكن تبقى يعني وجهه نظر المدربين. هذا ما يخليك تزعل؟ لا بالعكس، انا يعني هذا يعني النادي، انا خدمه النادي باي وقت يعني بالعكس سواء اساسي ولا احتياطي. نادي كاظمة ليش بعيد عن البطولات كثير؟ ما تحقق البطولات في الفترات الماضية؟ شوف يعني تقريبا احنا نعاني، يعني عندنا مشكلة الفترة الأخيرة يعني المحترفين، يعني المحترفين يعني أغلب المحترفين تشوفهم جميع أندية العالم وهم اللي فارقين مؤثرين مؤثرين يعني، ولكن احنا يعني تقريبا من 5 محترفين عندنا هالموسم يعني واحد مؤثر تشوف اللي هو ليما يعني تقريبا، والباقي مكملين انا اشوفهم يعني مستوى المحليين. تأيد انت مع قرار 5 لاعبين ولا ضده؟ لا شوف انا مع اذا تجيب 5 محترفين سوبر يعني مؤثرين، هذا انا مع القرار هذا بالنسبه حق النادي يعني. ولكن اذا مو مؤثرين الافضل اللاعبين الموجودين حاليا؟ الافضل لاعب المحليين خلاص. احتراف الجزئي يا عبد الله الظفيري حل لمشكله اللاعب بشكل عام ولا ما هو حل الاحتراف الجزئي؟ لا اكيد ما هو حل يعني احتراف الجزئي يعني يعني شوف يعني ما ابي اطالع بعيد، يعني اشوف الدول اللي يعني قريبه شوف الكل مطبق الاحتراف يعني واحتراف جزئي. الاحتراف الكامل. الاحتراف الكامل شنو الفائده من الاحتراف الكامل غير الاحتراف الجزئي؟ شنو الفرق؟ الاحتراف الكامل انه يعني اللاعب يكون يعني يتمرن صبح وعصر ياخذ راتب يعني يعني عكس الحين الجزء يعني راتب يمكن تاخذ اثر رجعي، ممكن اغلب تاخذ اثر رجعي وممكن ينزل لك من سنه لسنه، هذا هو. اما احتراف كامل راح تاخذ يعني الشهر وشي وتحاسب على الغياب والحضور يعني والتمرين صبح وعصر، يستفيد اللاعب هذا ايضا يطور مستوى اللاعب. طبعا اكيد احتراف كامل يطور مستوى اللاعب، اللاعب يتمرن على فترتين تقريبا يعني، واشوفه يعني حيل حيل يعني ان شاء الله يطبقونه عندنا يعني. وجودك في الخط الهجوم هذا اختيارك انت؟ لا انا بالبدايه كنت العب دفاع يعني. انا في البدايه دفاع؟ ايه. زين ايش اللي غيرك؟ يعني اغلب المدربين اللي يمسكوني يعني كانوا يشوفون ان عندك يعني ستايل مهاجم وكذي فغيرت يعني. من اللي غيرك المدرب تحديدا خلاك تلعب هجوم؟ خلاني العب هجوم كابتن، بالبدايه كنت العب كان ماسكها كابتن بدر حجي، وهو كان يغيرني كذا يعني مكان. انا ما كنت العب ترى مهاجم صريح يعني للحين يعني وينج يسار او يمين او تحت المهاجمين، هذا الاماكن اللي انا العبها. زين وغيرك بعدين تغيرت الهجوم صرت لاعب حر؟ اي بعدين تغيرت يعني من دفاع لمهاجم. حسيت هذا مكانك؟ اي افضل تقريبا يعني افضل من دفاع يعني بالنسبه لي. المدربين اغلب المدربين يعني كانوا يعني يدرون يعني سمعوا ان انا كنت العب دفاع ويمكن شافوني، ولكن يقولون انه يعني مهاجم افضل لك يعني. وارتحت في المكان؟ اي ارتحت. من اللاعب الطفوله اللي تحبه كنت؟ من اللاعبين المحليين سواء اعتزله او حاليا، من اللي كنت اللاعب اللي تحبه؟ جاسم الهويدي، كابتن جاسم الهويدي. ليش جاسم الهويدي كنت تابعه اكثر؟ كنت اتابع يعني من انا صغير كنت اتابع يعني مهاجم يعني ما شاء الله عليه هداف ويعني وصل من هدافين العالم يعني. نعم. وكنت حيل يعني اتابع المنتخب ونادي السالميه. حبتنا في كل مكان فاصل ثم نعود معكم وجديد مع الكابتن عبد الله الظفيري ومهاجم نادي كاظمة لكرة القدم في برنامجكم أول السطر. بتكلم عن اخوي عبد الله الظفيري. عبد الله الظفيري يعتبر داخل نادي كاظمة من اللاعبين المهمين والمؤثرين للأمانة. ممكن عبد الله الظفيري اقدر اقول لك هو مظلوم اعلاميا، لكن لاعب مؤثر جدا داخل الملعب، ايضا اذا كان ينزل كبديل
الفريق يعطي أكثر ما عنده، يحاول يساعد إخوان اللاعبين سواء بتسجيل الأهداف أو إنه بصناعة الأهداف. مثل ما قلت لك عبد الله الظفيري لاعب مؤثر، وأيضا إذا بتكلم عن عبد الله الظفيري خارج الملعب، عبد الله الظفيري يعني أقدر أقول لك صاحب مغالب، دائما يحب يسوي مغالب إخوان اللاعبين. بالنسبة لعبد الله الظفيري من اللاعبين المميزين بالفريق، والتزام داخل وبرا الملعب، وصراحة شخص أخلاقه طيبة، ونقدم مستوى بكأس الأمير ونفرح مع بعض وناخذ إن شاء الله بإذن الله. اليوم بتكلم عن أخوي عبد الله الظفيري. يمكن عبد الله الظفيري تربطني علاقة قديمة معه من قبل لا أصعد الفريق الأول. عبد الله الظفيري تميز بروحه داخل الملعب، بأخلاقه، بالتزامه بالتدريبات. يمكن اعتبره انا اللاعب الجوكر اللي يلعب بكذا مكان، يعني في وسط الملعب، في الاجناب، في الجنب، في الاطراف، في الهجوم. يمكن عبد الله الظفيري تكون اهدافه دائما تكون حاسمه، وانا اعتبره لاعب مظلوم من المدربين اللي يجون نادي كاظمه لانه ما ياخذ فرصته الكامله. لاعب ممتاز، و بما أنه هو مظلوم لكن هو ملتزم بالتدريبات وروحه بالتدريبات وأخلاقه مع ربعه وما يتذمر من هالشيء. فيعني عبد الله الظفيري يعتبره أنا قدوة حق اللاعبين الصغار. نعود حبتنا من جديد في برنامج كبول السطر وتكملة الحوار مع الكابتن عبد الله الظفيري. عبد الله، نتحكي عن مستوى الدوري الكويتي، كيف ترى مستوى الدوري الكويتي قياسا لمجلس دول الخليج القريبة؟ شوف، احنا نملك لاعبين للامانه، يعني نملك لاعبين بس يعني ناقصهم نطورهم من يعني الدعم وكذي، ولكن كمستوى بشكل عام حاليا مقارنه بالدول يعني دول الخليج اللي عندنا، انا اشوف يعني حيل متاخرين عنهم، يعني سواء الامارات، قطر، السعوديه حيل متطورين. ايش تحتاجون انت الان لاعبين ربما اقرب من الكل حتى تطور الرياضه الكويتيه، تطور للشكل الافضل، ايش تحتاجون؟ شنو تبون بالضبط؟ يعني نحتاج دعم مادي، يعني اول شيء نحتاج منشآت رياضيه، يعني اهم شيء هذا. يعني تشوف احنا ملاعبنا يعني تجديد في المنشآت تبي كامله، تجديد كامله يعني اكيد. يعني اغلب يعني انا اصابتي هالموسم هذه من الملعب، يعني الملعب ملعب نادي التضامن يعني كان سبب يعني مباشر حق اصابتي هالسنه هذه. الملاعب يعني اغلب الملاعب يعني تلاقي بوقت الدوري يعني مسكرينهم صيانه، حتى لما ترجع بعد الصيانه يعني اشوف ما تغير يعني اشياء وايد، وينقصنا مثل ما قلت لك هذا اللي ينقصنا، هذا اللي احتاجه. في مشكله تحكيم يا عبد الله الظفيري في الكويت، بعض الانديه تشتكي من مستوى التحكيم، ظلمنا الحكم غيره، بالفعل في مشكله تحكيم؟ اي تقريبا، يعني عندنا حكام، يعني انا مستغرب عندنا حكام يعني مثلون من يعني يحكمون يعني برا تلاقي من اميز الحكام، ولكن بالدوري الكويتي يعني استغرب انه تلاقي مستواهم أقل، ما أدري يعني قاعد يمشون مع رتم المباريات يعني، فأنا مستغرب من هالشيء هذا. تحس كاظم بعض الأحيان تعرض للظلم في بعض المباريات؟ يعني كثير، أنا أشوف مو بعض المباريات، كثير تعرض. أخطاء تحكيمية؟ أخطاء تحكيمية. من تذكر في مباراة تأثرت فيها أكثر؟ تأثرنا فيها اللي هي كأس الأمير ضد الغاتسية. إيه؟ اللي خسرنا فيها 1-0، اللي قول يعني عمر السامة اللي قول علينا، هي مو قول يعني شالها الكابتن شاف كينكوني من الخط يعني. زين، لعبت في مباريات كثيرة، شنو المباريات اللي تحبها؟ يعني مباريات اللي يعني مباراة كأس مجلس دول التعاون الخليجي اللي هي ضد فريق ظفار العماني. ليش يعني تحب هذه المباريات تحديدا؟ يعني مباريات يعني هذه مباريات دولية تعتبر، يعني مباراة يعني تميزت فيها، هذه خاصة يعني من أهم المباريات اللي سجلت فيها. سجلت فيها هذا تحب هدف الفوز يعني. ليش بعض المهاجمين ينقصهم لاعب يصنع كره؟ بالفعل تعانون انت كلاعب، لاعب عندكم خط وسط انا حكي يصنع كره. اي طبعا كل مهاجم يحتاج يعني لاعب تحته يعني يلعب له باصات، ويعني اما مثلا عندنا مهاجمين مثلا تكون مبارزين بس ما في احد اللي يعني يغذيهم من تحت يعني بالباصات وكذي، هذه المشكله نعاني منها يعني. هذا المشكله اللي تعانون منها. نتكلم عبد الله الظفيري على مستوى الدول مجلس التعاون الخليجي، شلون تشوف مستويات المنتخبات الخليجيه؟ يعني انا اشوف
يعني قصدك يعني الافضل يعني؟ لا اي شنو تشوف المستويات؟ الان ترتيب المستويات الخليجيه في المستوى شنو؟ انا اشوف منتخب السعودي. ليش السعودي الاميز؟ منتخب السعودي تطور حيل يعني شوف على مستوى الدوري تطور، المنتخب راح يتطور يعني. انت متابع الدوري السعودي؟ متابع. وين تتابع؟ وين تشجع؟ انا اشجع النصر. النصراوي؟ اي نعم. ليش ما احترفت برا يا عبد الله رغم انك تلاعب مميز على مستوى عالي؟ والله شوف الفتره اللي طافت يعني كنت بحترف في قطر، يعني وصلت مرحله يعني تقريبا شبه نهائيه، ولكن بالاخير يعني صارت ظروف يعني ما قدرت اني اكمل، سواء ظروف يعني من النادي او من البيت. يعني تعتقد ان الاحتراف يطور مستوى اللاعب؟ طبعا اكيد الاحتراف راح يتطور بشكل كبير، يعني مستوى اللاعب كل يعني اذا احترف وكذي راح يفيد المنتخب، راح يفيد يعني البطولات الرسميه، البطولات كذي. انا اشوف وين تتابع الكره العالميه عبد الله؟ انا برشلوني. برشلوني. من يعجبك نجوم الكره العالميه؟ ميسي. ميسي تحبه؟ افضل لاعب بوجهه نظري يعني مستوى العالم افضل لاعب. شنو تتمنى تحقيق في الرياضه على المستوى الرياضي؟ ماذا تتمنى تحققه كلاعب؟ شوف يعني اكيد كل لاعب يعني ما عنده يعني عنده طموح، يعني ما يوقف طموحه، ولكن يعني انا يعني ودي اني احقق مع نادي كاظم الدوري يعني اللي يعني ما حققته. يعني انتقال اللاعبين يا عبد الله الظفيري بين الانديه، لاحظ كثير لاعبين ينتقلون مقابل مبالغ ماديه، ظاهره صحيه فيها فائده للاعب، فيها فائده للانديه؟ شوف انا اشوف فيها فائده يعني بشكل كبير باللاعب، يعني انا اشوف يعني كذا يعني كذا لاعب انتقل يمكن هو استفاد اللاعب اكثر من النادي، يعني ما يعني مع احترام لهم يمكن ما فادوا النادي بشكل كبير، يعني اغلب اللاعبين اللي انتقلوا يعني انا اشوفهم يعني ما انا يعني ما اعم حق الكل، ولكن بعض اللاعبين انا اشوفهم. بس قصدي ظاهره صحيه انتقال لاعب، لان الان اغلب اللاعبين يبحث عن مستقبله، يقول لك انا بطلع نادي الفلاني بستفيد ماديا. اكيد يعني اكيد كل لاعب يتمنى ان يعني يتمنى الافضل، يعني اللاعب ما يقف على طموح واحد، يتمنى انه يكون نادي اكبر كل موسم وشيء. مستوى القاعده في الانديه، ظهور لاعبين ناشئين، هل تعتقد موجود الان في لاعبين بارزين على مستوى المراحل السنيه مع ينضمون للفريق الاول، ولا في مشكله ما في لاعبين بارزين كثير؟ شوف الفتره هذه انا اشوف ما في بروز لاعبين بشكل كبير، يعني ما في قاعده يعني من تحت اللي هذا قاعد اشوفه. الفتره يمكن سابقه يعني من قبل كنت اشوف بروز لاعبين وايد يعني كانوا ينزلون يعني يصعدون من المراحل السنيه للفريق الاول، وكانوا يفيدون ويخدمون الفريق زي الاول. زين وينهم؟ هل اصبح الاهتمام بالدراسه اكثر من الرياضه عند البعض؟ تقريبا يعني اغلب اللاعبين الصغار يعني على مستوى انا يعني تحدثت اياهم، يعني انا كان يقول يعني ما في مستقبل، يعني اكمل دراستي افضل ان ما اكمل مع النادي. الاغلب كذي رايهم تقريبا. لذلك المواهب قلت في الملاعب الكويتيه تقريبا. هذا سبب رئيسي يعني. هذا سبب رئيسي ان اصبح اهتمام، لان ما في اهتمام بالرياضه، اهتمام بالدراسه اغلبهم، فاصبح في الدراسه اكثر. اي نعم. لعبت الفريج عبد الله؟ اي لعبت. وين لعبت الفريج؟ كنت يعني كنا احنا ساكنين صليبيخات، كنا يعني اوجه له تحيه كابتن فهد لنزي، طبعا كان قبل النادي تحدي يعني كله ضد بعض احنا. زين. ويا فايز ويا انا فايز. لعبتوا بالفريج. وين درست في المدارس؟ درست المدارس مدرسة الجليب الشيوخ، مدرسة الفجر. تاني كنت تلعب فريق المدرسة؟ إيه كنت ألعب. منتخب، في عندنا منتخب مدارس كنت أشارك فيه. من معك كان منتخب مدارس؟ كان وياي نايف زويد، كابتن نايف زويد. زين. كان وياي بالمدرسة، كنا يعني نحقق على مستوى المدارس شيء، سواء الفروانية سواء العاصمة سواء حولي. كان كنت وقتها طالب مجتهد ولا مو مجتهد؟ أنا بالدراسة يعني نص ونص. شنو الأشياء اللي ما تنساها يا عبد الله الظفيري تذكرها للآن، سواء بالنادي، الفريج، المدرسة؟ في أشياء الواحد تخطر في باله ساعات يضحك عليها، تذكرها موقف شيء، شنو تذكر؟ شوف مواقف يعني وايد تقريبا مرت علي، ولكن في أشياء مثلا يعني أتكلم عن أشياء اللي نعم. ما أنساها، أشياء يعني بغض النظر عن يعني مثل أشياء يعني اللي فادتني حيل، اللي هي مباراتنا مع برشلونة. يعني هالمباراة ما انساها هذه الأمانة، وغيرت أشياء وايد بحياتي. حبيت في كل مكان فاصل، ثم نعود معكم من جديد مع الكابتن عبد الله الظفيري مهاجم نادي كاظمة لكرة القدم. ابقوا معنا في برنامجكم أول السطر. على بركان ثلاث أهداف المباراة الأخيرة، لكن هذه الجديدة الظفيري
صعوبة ترتد لعبد الله الظفيري وجول الهدف الأول لنادي كاظمة. بالنسبه حق اخوي عبد الله الظفيري من اهم وابرز المهاجمين في وجهه نظري اللي مروا على نادي كاظمه، يمتاز في الراس، يمتاز بالارتقاء، يمتاز بالجراه والمراوغه انه يدخل بين 3 إلى 4 لاعبين. اعتقد ان الكل يذكر الجول اللي على برشلونه المباراه اللي صارت نادي كاظمه، يمكن خذا له 1 2 3 وحط الجول. فعبد الله ما شاء الله عليه من المهاجمين البارزين اللي مروا على نادي كاظمة. نعود حبتنا من جديد مع الكابتن عبد الله الظفيري لاعب نادي كاظمة. وصلنا لبرشلونة، مباراة برشلونة تفضل كمل عنها، شو ليش تحب هذه اكثر؟ يعني مثل ما قلت لك مباراة برشلونة يعني مباراة جماهيرية كانت، ومستوى يعني برشلونة يعني أفضل فريق على مستوى العالم، كان محقق سداسية. يعني نفس الحلم هذا إن فريق تشجع وتشوفه، يعني النادي يجيبه لك يعني بالملعب وتلعب ضده وتسجل عليه، يعني هذا بحد ذاته شيء شرف كبير لي يعني، وغير أشياء وايد بحياتي. مثل ما قلت لك، للآن عندك طموح إنك تلعب برا الكويت على مستوى في الأندية الخليجية؟ يعني لو ياك عرض الآن قالوا لك والله عبد الله الظفيري تعال نبيك تلعب عندنا تروح؟ أكيد يعني أي لاعب بي عرض يعني بيروح يعني تقريبا. بس أنا أشوف يعني الحين يعني الفترة هذه خلاص يعني كثرت الإصابات، هذه أثرت علي. شنو أسباب الإصابات عبد الله؟ شنو عندك مشكلة الإصابات؟ شوف أنا حاشتني قبل يعني سنة ونص تقريبا بعضلة الضامة، يعني قعدتني تقريبا سنة كاملة أو 8 أشهر تقريبا، وشهر اللي طاف تقريبا شهر 11 حاشتني قطع جزئي بالرباط الجانبي. هذه الاصابات اللي اعاني منها. هذا ياثر على اللاعب يا عبد الله الظفيري، الاصابات لما بين فتره في اخرى تهوش اصابه ياثر عليه على مستواه؟ اكيد اللاعب يحتاج استمراريه بالملعب، لما يلعب ويعني يقدم مستوى فجاه انه يعني يتوقف عن الاصابه يبي له فتره على ما يرجع، على ما ياخذ حساسيه اللعب. يعني هذا حيل تاثر. يعني كيف يعود المنتخب الوطني الى ما كان عليه المستوى؟ ما هو المطلوب خصوصا بعد تم رفع الايقاف على الكره الكويتيه؟ شو تحتاج الكره الكويتيه حتى يعود الازرق كما كان، يشارك في البطولات ويحقق نتائج؟ شو يحتاج؟ اول شيء يحتاج يعني انه يحتاج قاعده يعني من لاعبين صغار. يعني انا اشوف الفتره هذه بناء فريق جديد تجديد كامل. يعني انا اشوف الفتره هذه يعني ولازم يعني نصبر على المنتخب سنه او سنتين فتره يعني كذي، لان ياخذ وضع طبيعي يعني في المنافسات يعني الخارجيه. انت قلت نقطه وايد ايجابيه، بناء فريق جديد للكره الكويتيه، وهذا ربما نقطه ايجابيه في الكلام اللي قلت. بالفعل الفريق الكويتي الان عشان تقدر تبني فريق صحي للامام لابد بناء فريق جديد. اي طبعا، بس يعني صعب انك تحط فريق جديد يعني مع بعض، لازم الخبره شوي، لاعبين خبره مع فريق شباب عشان اللاعب الناشئ هذا يعني يستفيد من اللاعب الخبره اللي وياه لين يتطور. من اللاعبين الشباب اللي يلفتون نظرك في الأندية؟ تعتقد لاعب ربما أو لاعبين يكونون عناصر مهمة خلال الفترة القادمة سواء من كاظمة أو غير كاظمة؟ الكابتن بدر طارق يعني من اللاعبين المميزين صراحة، أنا أتابع يعني لاعب يملك إمكانيات يعني عالية، بس يحتاج شوي يعني يهتم بنفسه ويطور هو لاعب المستقبل. لاعب مستقبل يعني، بس يحتاج يعني يطور نفسه ويهتم نفسه اكثر، اشوفه لاعب يعني ممتاز حيل. انا ايدك في هذا الكلام، بالفعل بدر طارق من اللاعبين المميزين المستوى خلقا. نادي كاظمة لما تلعب في ملعب، من اللاعب اللي بينك وبينه تفاهم؟ الكابتن مشاري العازمي. مشاري بعد صانع العاب ما شاء الله مميز. ما شاء الله عليه، يعني يغنيك على المحترفين مشاري. يعني مشاري ما شاء الله عليه يعني بهالموسم سواء الموسم اللي طاف، يعني لاعب يعني قاعد يفيد الفريق بشكل كبير يعني، وقاعد يصنع كرات يعني حق المهاجمين يعني بشكل كبير يعني قاعد اشوفه. دوري الدمج ام دوري الدرجتين هو الافضل للكره الكويتيه؟ انا اشوف الدرجتين. شو الافضل؟ ليش الافضل؟
درجتين ممكن دوري الدمج راح يصير يعني ممل شوي، راح يصير دوري طويل يعني. انا اشوف الدرجتين افضل يعني، بحكم الفرقه اللي صاعده تكون يعني مهتمه بنفسها بشكل كبير وما تبي تطيح للدرجه الثانيه، فيكون دوري قوي يعني. من تحب بعد نادي كاظمه؟ الانديه العالميه ولا المحليه؟ العالميه قلت لي برشلونه. لا كاظماوي انا. كاظماوي ها؟ كاظماوي. يعني ما في نادي ثاني تحبه؟ لا احب كاظمه. بعد كاظمه يعني مو كسره للانديه الثانيه، ولكن نادي كاظمه هو بيتي يبقى الاول والثاني. انحصار المنافسه بين الكويت والقادسيه خلال السنوات الاخيره هل سلبي ام ايجابي؟ اكيد يعني سلبي يعني شنو السلبيه فيه؟ يعني نتكلم عن يمكن من 7 إلى 8 مواسم بس يعني تنافس بين الكويت والقادسيه، حتى لو مو يعني كل انديه على الاقل يعني 5 أندية 4 احنا نشوف تنافس تقريبا كاس الامير تشوفه للقادسيه والكويت والدوري نفس الشيء يعني. شلون تقيم مستوى فريق نادي كاظمه ومدربه الان؟ شوف نادي كاظمه يعني يملك عناصر محليين انا اتكلم ممتازين يعني، ولكن ينقصهم المحترفين المؤثرين يعني بالفريق بس مكملين لهم يعني، احنا مو قاعد نتوفق بالمحترفين بشكل كبير يعني. بالنسبه حق المدرب طور الفريق بهالموسم بشكل كبير يعني، شفنا نادي كاظمه قاعد ينغل يعني، واكبر دليل يمكن لعبنا من الموسم اللي طاف للحين تقريبا 21 ل 20 مباراة تقريبا خسارة واحدة عندنا يعني كل هذا من مجهود المدرب. من المدرب يضاف لك شيء يا عبد الله الظفيري تحس المدرب استفدت منه سواء المراحل السنية او الله يرحمه الكابتن إيلي بلاتشي الروماني يعني شنو ضاف لك هذا؟ يعني بدايتي يعني الفريق الاول وياه كانت يعني غير اشياء وايد بحياتي الأمانة، علمني على اشياء ما كنت اعرفها يعني مثل شنو علمك المراحل السنية يعني شنو مثل ايش؟ يعني مراحل السنية تدري لعب مثل ما تقيد المكان لعب عشوائي تقريبا بالفريق الأول، لا يعني فهمت مع المدرب هذا شلون تحرك شلون تركض من غير كرة يعني غير أشياء وايد بأمانة الحال. في أهداف سجلتها صعبة يا عبد الله الظفيري؟ تحس إن الهدف لما رديت البيت وشفته قلت والله هذا صعب الهدف يعني. قالوا لك والله ربعك أصدقائك قالوا لك والله هذا الهدف اليوم حلو صعب؟ يعني هدفي بالدوري الموسم هذا ضد نادي القادسية اللي خسرنا فيها 2-1 يعني كان هدف الكل يعني تقريبا تكلم عنه يعني. الأهداف دائما ضد الأندية الجماهيرية تكون أكثر يعني متابعة قصدي. إيه تقريبا إيه فريق مثل القادسية مثل الكويت يعني يوم تسجل عليها يعني العموم تقريبا يتابع المباريات هذه. في فرص ضيعتها تحسفت عليها؟ والله كثير ضيعت. شنو أهم فرصة تعتقد أن هذه كانت مؤثرة جدا ضيعتها كانت سهلة لو رد الزمن لك مرة ثانية تسجلها؟ ضد نادي السالمية كاس الأمير يعني الموسم اللي سابق يعني كنا متعادلين يعني الكرة كانت يعني فرصة سهلة ضيعتها ومباراة يعني انقلبت علينا وخسرناها. شلون الفرصة كانت؟ كانت كروس تقريبا والجول يعني تقريبا قدامي حيل فطلعتها برا على طول ردت هجمة دش علينا جول خسرنا. من أفضل لاعبين الأجانب في الملاعب الكويتية حاليا؟ حاليا جمعة سعيد. ليش جمعة سعيد دائما أفضل؟ يعني جمعة سعيد شوف كان مع نادي السالمية يعني السالمية كان فترة طويلة يعني خارج منافسات البطولة يعني تقريبا، وأول موسم وياه خذ البطولة راح حق نادي الكويت يعني تقريبا من 9 إلى 8 بطولات حقق، لاعب مؤثر يعني سواء بأي فريق يروح له جمعة سعيد يعني أنا من عشاق هاللاعب هذا اللي يخدم الفريق بشكل كبير. نعم. حبتنا في كل مكان فاصل ثم نعود معكم وجديد مع الكابتن عبد الله الظفيري مهاجم نادي كاظمه لكره القدم، ابغوا معنا في برنامجكم اول السطر. في منطقه الجزاء خطيره الله جول يا سلام ياتي عبد الله الظفيري اللاعب البديل يسعد الكظماوية كلهم. نعم إنه الظفيري عبد الله يا سلام وضع على دكة البدلاء ويوم اشتدت الأمور زج به وكان على الموعد. يا سلام شوف الظفيري يا حبيبي عبد الله الظفيري.
طبعا انا من اصدقاء الكابتن الخلوق عبد الله الظفيري، وعبد الله ما شاء الله عليه يعني من الشباب الخلوقين داخل الملعب وخارج الملعب. اضف على ذلك ما شاء الله مستوياته المميزه اللي قاعد يقدمها، خاصه لما يستمر في اللعب اساسي مع فريق نادي كاظمه. ومن اهم اهداف الكابتن عبد الله الظفيري في السنوات الاخيره السابقه هدفه على نادي تضامن في مباراه قبل النهائي. نعود حبتنا من جديد في برنامجكم أول السطر، وتكمل الحوار مع الكابتن عبد الله الظفيري مهاجم نادي كاظمة. نتكلم عبد الله، معسكرات تدريبية تستفيدون منها لما تسافرون تلعبون مباريات؟ أكيد المعسكرات، أنا أيد المعسكرات يعني برا، يعني اللاعب يكون متفرغ حق التدريب يعني، بس يعني تمرن على فترتين ومرة تمرن على ثلاث فترات يعني. اما لو ما تطلع يعني معسكر تمرن مثلا بالكويت، صعب انك يعني تمرن على فترات او فترتين بحكم الجو عندنا، تشوف يعني خاصه اكثر المعسكرات تكون بالصيف الجو حار يعني، فتحتاج ان الدوله تكون بارده يعني تمرن على فترتين وتستفيد يعني. والاهم من المباريات يعني، مو بس انك تطلع معسكر من غير مباريات يعني، مباريات يعني تستفيد منها. في طفولتك كنت طفل هادي؟ لا حيل مشاغب. مشاغب؟ هي. اكثر مشاغبه كانت في المتوسطه ولا ابتدائي ولا الثانويه؟ لا بالثانوي كنت. بالثانوي اي، بس الحين حيل تغيرت. الكل يعني قاعد يقول لي استغرب يعني وين كنت وين. شنو الاشياء اللي كنت تحبها وانت صغير للحين تحبها؟ في اشياء تبقى في ذهن كل منا وهو صغير يحبها يعشقها ويقول انا هذا من يوم كنت صغير احب الشغله الفلانيه. شنو الشغله تحبها؟ شوف انا يعني قلت لك يعني يوم كنت صغير كنت احب الملاكمه يعني احبها حيل، ولكن في اسباب قلت لك الاهل وكذي هم منعوني عنها، ولكن للحين انا احبها واتابعها للحين الملاكمه. ودك تصير ملاكم؟ بس الحين راح علي خلاص. راح علي الوقت. توك صغير. راح علي الوقت خلاص. شو تتوقع لهذا الموسم؟ والله شوف احنا يعني تقريبا الحين قاعد ننافس على بالدوري، قاعد ننافس على الثاني يعني، يعني ممكن اشوف الاول شوي يعني مو مستحيل لكن شوي صعب، بس الحين يعني منافسنا على المركز الثاني وعندنا كاس الامير يعني. اذا يعني انا اشوف المحترفين الحين عندنا شاله محترفين يعني، اذا يابا محترفين مؤثرين مثل ما قلت، انا اشوف ان شاء الله نكون يعني بالنهايه بكاس الامير باذن الله. الدوري هذا الموسم ايش تعطيه درجه؟ ضعيف، متوسط، جيد، ممتاز؟ جيد تقريبا، اعطيه جيد. جيد يحتاج اكثر حتى يصل الى الممتاز؟ ايش يحتاج؟ شوف يعني تقييمي على المستوى الدوري يعني محتاج، انا اشوف اتكلم بشكل عام على الأندية يعني، الأندية يعني اغلب المحترفين يعني محترفين يعني محترام لهم يعني، مو قاعد يقدمون اي اضافه. صح للفريق. هذا كلام اتفق معك، مو قاعد يقدمون اي اضافه للفريق، فهذا من سبب رئيسي ان اعطي حق الدوري يعني جيد تقريبا. الأندية سوء اختيار اللاعبين، هل الادارات اللي تختار مو المدربين هذه المشكله؟ شوف يعني اغلب يعني ليش نادي الكويت مميز في اختيار، على سبيل المثال نادي الكويت مميز في اختيار لاعبين الاجانب، واي لاعب ما يفشل يجيبون غيره. ايه شوف المحترفين يعني اغلب الانديه يمكن تتابع المحترفين عن طريق يعني سيدي تقريبا يعني، هذا مو مقياس يعني، اللاعب يحط لك اي لقطه شيء يعني يشوفها دقيقه بالمباراه، اجمل لقطات حقه. اي اجمل لقطه تشوف المباراه بشكل كامل راح تستغرب انه شلون انا موقع ويا المحترف هذا. يعني الاختيار المفروض يكون اختيار مدرب دقيق، شايف اللاعب نفسه. اي تقريبا شايف اللاعب، او كان الموسم مثلا اللي قبله كان يلعب بنادي وكذي وتابعه وقدم العرض، نفس نادي الكويت مو قاعد يسوي حاليا. ليش يعني الكويت قاعد ينجح في اختيار اللاعبين؟ نادي الكويت اكثر الانديه اختيار اللاعبين الاجانب، اذا لاعب فشل يجيبون غيره، ليش نادي الكويت في منظومه متكامله اكثر من بقيه الانديه؟ شوف نادي الكويت مثل ما قلت لك ما قاعد يختار اللاعبين يعني انه عن طريق سي دي او شيء، قاعد يعني نادي الكويت ما شاء الله يعني نادي يعني ماديته يعني قويه وشيء، قاعد يدفع حق المحترفين يعني، عشان كذي اغلب الانديه قاعد تدور المحترف الرخيص يعني. لعبت مع نادي كاظمه فتره، شنو تعتقد لاعب دام تكلمنا عن المحترفين، من المحترف اللي كان بالفعل مميز في نادي كاظمه؟ محترفين باتريك فابيان يعني كان مميز بشكل كبير يعني ويانا،
والفترة السابقة يعني كان سعيد الخرازي والكابتن أحمد فتحي. شنو ميز كل من فيهم هذا تميز أكثر؟ تميز يعني أحمد فتحي شنو كان يميزه؟ أحمد فتحي أول مقابلة له بالنادي قال صدارة الدوري على مسؤوليتي، وفعلا لعب ويانا فترة اللي هو 6 أشهر تقريبا، وهو سعيد الخرازي تقريبا، وهو خلصت الفترة يعني وإحنا متصدرين الدوري، خلصت إعارته وراح يعني ونزلنا إحنا تحت يعني نزلنا المركز الثاني تقريبا وخسرنا. فابيانو شنو ميزته؟ فابيانو لاعب هداف يعني لاعب هداف. انا يعني خساره كبيره حق نادي كاظم ان استغنى عن اللاعب، ما اقول استغنى عنه، انه راح. هذه حال كره القدم يعني، المحترف يعني دور الافضل له يعني، يبي بطولات وانتقل يعني. كان حل يعني هداف وفائده الفريق بشكل كبير، وراح نادي الكويت وبعدها راح السالميه يعني توفق اللاعب، يمكن ما توفق بنادي الكويت، توفق مع نادي السالميه والحين يلعب دوري البرازيلي. تألق اللاعب بعض الأحيان لما يكون لاعب يبرز، هل يحتاج اللاعب اللي معاك مجموعة تخدمك؟ هي فعلا كرة القدم لعبة جماعية مو فردية يعني، تحتاج ان المنظومة كاملة انها تفيدك عشان انت سواء يعني بالنسبة لي العب مهاجم، محتاج ان اللاعبين اللي تحتك يكونون يعني على مستوى عالي عشان تقوي. يعني شو الفائدة ان انت مهاجم زين واللي تحتك مو زين؟ صعب انك تقوي. هذا مشكلة ربما لما يكون لاعبين مهاجم زين او لاعب خط وسط مو زين ياثر على الفريق. ياثر مثل ما قلت لك، اللعبه جماعيه لازم الكل يكون تقريبا مستوى عالي يعني. حبتنا في كل مكان فاصل ثم نعود معكم من جديد في برنامجكم اول السطر مع الكابتن عبد الله ظفيري مهاجم نادي كاظمة لكرة القدم. جول! يا الله على هدف ما كان متوقع لمدافعي خيطان ان يدخل في المرمى. شوف الإعادة من جديد، شلون وصلت الكرة الى عبد الله الظفيري، هيئها براسه وسددها براسه بهذه الطريقة العجيبة. الفاضل كرة ملعوبة بالراس، الله، جول لصالح نادي كاظمة، جول لصالح نادي كاظمة. حلوة، حطها براسه، جول لصالح نادي كاظمة. طبعا عبد الله من اللاعبين الخلوقين ما شاء الله عليهم، والملتزمين ومحافظين على صلاتهم، وايضا من اللاعبين الخلوقين داخل الملعب وملتزم بالتمارين. عبد الله عاده يعني من اللاعبين اللي يخدم الفريق سواء كان في اللعب اذا نزل المدرب اساسي، او اذا كان احتياطي ينزل كورقه رابحه. وما شاء الله يعني ياما نزل كلاعب احتياطي وغير مجرى المباراة وسجل أهداف في أوقات حاسمة. طبعاً أنا بطفولتي كنت أشجع نادي القادسية، بس من حكم يعني معرفتي وعلاقتي مع الكابتن عبد الله ظفيري صرت يعني أحس نفسي أميل أشجع نادي كاظمة. نادي حبتنا من جديد في برنامج كمول السطر وتكبت الحوار مع الكابتن عبد الله الظفيري مهاجم نادي كاظمة لكرة القدم. في الجزء الأخير من هذا البرنامج نتكلم عبد الله شنو هواياتك؟ أنت قلت لي الملاكمة، لكن أتحدث عن هواية غير رياضية. الرياضية يعني أنا من عشاق الحداق يعني أطلع. بحري يعني أنت؟ على طول أطلع يعني بحر. تطلع حداق يعني تطلع تحب البحر؟ البحر والبر يعني، مو بس البحر. بري بحري؟ البري يعني كابتن أخوي فهد العنز يعني. من تطلع معاه الأصل؟ لما تحدق تطلع مع منو؟ مع أنا يعني فهد العنز يعني. هو أقرب أصدقائك؟ أصدقائي يعني برا البحر؟ إيه بر وبحر وياه يعني. شنو تحب فهد العنزي حق؟ تحبه كإنسان وتحبه من الأهداف الجميلة اللي سجل؟ شوف فهد أخوي يعني من قبل أندش النادي يعني. صديق قديم. قديم إيه.
يعني من الأهداف اللي أنا أحبهم يعني بكأس الخليج ضد العراق، يعني من الأهداف المميزة يعني استأنس فيها وايد. يعني على المستوى الشخصي شنو الشغلة اللي تحبها فهد لانزي؟ مستوى الشخصي يعني فهد يعني شنو فيه ما ينحب يعني فهد ما شاء الله يعني أخو، وأكثر يعني أنا تقريبا أشوف أكثر ما أشوف إخواني. يعني إخوانك يحبون الرياضة تقريبا يعني يطالعون، بس ان عندي اخوي يعني اخوي الكبير هو اللي متابع جيد حق المباريات، الباقي لا بس يتابعك يتابع ويحضر مباريات ينتقدك ينتقدني اذا في اشياء يعني هذا يعني اخوك لازم ينتقدك. يعني متى اشاد فيك سجلت هدف وقال لك والله يا عبد الله اليوم سجلت يا اخوي خوش جول؟ قال لي ضد نادي الكويت تقريبا كاس ولي العهد اللي خسرناه تقريبا 2010 2011 يعني هذا يعني اكثر شيء اشاد فيه. في مباريات تلعبها تحس انك مرتاح، في مباريات تلعبها انك تحس مو مرتاح، في تقف نوبه وضعك المدرب تشكيله انت كنت متضايق نفسيا مالك خلق تلعب ولعبت المباراه وما قدمت مستوى المطلوب؟ شوف اللاعب شوف قبل المباراه لازم يكون مهيئ نفسه شكل يعني من ناحيه الاكل من انت ملتزم عبد الله؟ لا شو انا ملتزم يعني مشكله النوم يعني اسهر حتى وقت المباريات بالاكل مو قاعد اكل عدل سهر يعني اي هذه مشكله اللاعبين يعني هذا مشكله الكل ترى كل يعني لان مثل ما قلت لك يعني لو في احتراف لو في يعني حافز راح تهتم نفسك ولكن بالواقع هذا الكل تقريبا. شنو المباريات اللي لعبتها طلعت زعلان على نفسك انك ما قدمت المستوى المطلوب؟ مباراه نادي العربي هالموسم هذا يعني ما قدمت يعني كنت قبل يعني تقريبا 7 مباريات بعد قبلها يعني كنت مقدم بشكل كبير يعني ولكن هالمباراة هذه ما أديت ولا شيء. هذا يعني شيء طبيعي حق اللاعب يكون بيومه أو مو بيومه. كم هدف سجلت تقريبا عبد الله؟ تقريبيا اللي تذكرهم كم؟ تقريبا يعني من أول ما صعدت تقريبا من 80 تقريبا. ما شاء الله 80 هدف مو شوية تقريبا اي نسبة عالية يعني. اي بس مو بالضبط يعني أنا لا يعني تقريبا يعني على الأقل لو تحط حتى لو 30 هدف اي تقريبا يعني ولكن مثل ما قلت من الصالة أنا ما ألعب مهاجم صريح يعني صحيح. رأس حربة يعني بس الناس عارفينك تسجل أقوال إنك مهاجم اي مهاجم يعني أغلب الأماكن قاعد ألعب مهاجم ثاني تحت المهاجم أو يعني طرف يمين أو يسار هذا الأماكن اللي ألعبها الموسم الطاف. بما إنك أهدافك وايد عشان شيء ما نبي نزيد عليك الحكي عشان المشاهد يشوف مجموعة كبيرة من أهدافك. عبد الله الظفيري كنت سعيد ان تكون ضيفي في برنامج اول السطر في كلمه اخيره. وانا سعد بن الصار يعطيكم العافيه على الاستضافه هذه وما قصرتوا واتمنى اني اكون ضيف خفيف عليك. شكرا لك يا عبد الله شكرا لك. حبتنا في كل مكان وصلنا معاكم نهايه برنامجكم اول السطر، كان ضيفي في حلقه اليوم الكابتن عبد الله الظفيري مهاجم نادي كاظمه لكره القدم. باذن الله تعالى الاسبوع القادم نلتقي في حلقه جديده. حفظ الله هذا الوطن ورمزه وشعبه من كل مكروه، ادعوكم في صلاتكم ان الله يحفظه من كل شر. القاكم الاسبوع القادم باذن الله تعالى. فعليكم طيب إن شاء الله اليوم ودوم مع السلامة.